والآن نذهب إلى شأن النسائي وفقرتنا ست الحزن. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم فقرتكم ست الحزن. جمعة مباركة للجميع. فقرتنا اليوم راح تكون عن أحدث قصات الموسم، وطبعا هواية سيدات ما يرغبوا له، بس هذا صرعات الموسم وإحنا كثير من السيدات يحبون ينفذوها. صرعة الموسم هو الشعر القصير. تابعوني اليوم خلال الفقرة، عندي موديل هي تحب تغير شعرها على طول، وسبق وأن طلعتها فقرة كان شعرها طويل وغيرت من الأحمر إلى البراون المحمر. تابعوني شوفوا شلون راح أقص لها وشلون راح أغير اللوك من هاي الموديل وياي. شلون انت محبه منا ومحبه منا وقصير كل يوم قصر بضبط منا. عندنا امل اليوم حابه التغيير وحابه الشعر القصير، بس طبعا هو مو كله راح نقصره نعطيها شويه طول. وسرعه الموسم هو هم من الكاريد جرادير يعني ما زال مسيطر على الموسم وبتدريج، بس احنا راح نحاول نقصر لها هالمنطقه ونعطي الكاريد جرادي طول من هالمنطقة. واللون خلوني يعني ما قايلة ليش راح أصبغ لها، يا راح تعترض وراح أخليها قدام الأمر الواقع أخلط الصبغة وأخلي لها إياها. إن شاء الله راح تطلع حلوة وتعجبكم ويعجبهم. كونوا وياي. هسه راح نبدي بمرحلة القص، نحاول همين نشيل الأطراف التعبانة لأن هي هواية تعرض شعرها للصبغة وما تسمع كلام. فاليوم راح نقص هالمنطقة مثل ما قلت لكم، فكونوا وياي. طبعا مثل ما تشوفون احنا تقريبا نهاية القصة، وكان عندها بعض الفراغات هنا فحاولت اشفر من الداخل على مود اقدر انطي فتخن للشعر. وبنفس الوقت مثل ما احكي لكم كل فقرة على اخطاء بعض الكوافيرية، ومع احترامي لهم كلهم، من تجي تنقص القصة حتى لو كانت صرعة، بس راح تلاحظون شلون متساوية من كل الجهات. لاحظوا بما انه هو مدرج، لاحظوا هذا متسلسل، لاحظوا هنا، لاحظوا هنا، لاحظوا القصة كلها بقياسات صحيحة رغم ما هي صفحة قصيرة وصفحة طويلة. هسه وين راح اروح بالصبغ؟ شوف اللون اللي انا محضرت لها اياه، مفاجئ. كونوا وياي. Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor, yine mi yoksun?
مدى تلاحظون خلطت اللون. طبعا هي لحد الان ما شايفته، خلوه مفاجئ. أكيد هسه أنت عرفت شنو اللون، هو اللون الأحمر، وهي طبعاً تحب التغيير فما تفاجأت بصراحة، أتوقعها راح تتفاجأ. فما دام خلينا لها اللون الأحمر لازم تلتزم شوية بيه، تبقى فد 3 أيام تغسله، تبتعد عن السباحة، تلبس كاب لما تنزل بركة السباحة، تستخدم شامبو خاص ما بي السيليكا اللي هي تجلي اللون الأحمر. وأحب أقول لكل سيدة لا تتفاجئ ولا تخاف من الشعر القصير، لان مرات اكو هوايه شعر طويل بس ما بي رونق وما بي حيويه وما يجذب. ليش؟ لان اما اطرافه تعبانه يا اما خفيف. فاذا تريد تغير اللوك وتقصر خلي تقصر ولا تتفاجئ، بالعكس راح تظهر بلوك جديد. فكونوا مثل امل وجاسفوا مثلها وبالعكس راح يشوفون النتيجه ايش قد حلوه. نعيم المقدم. تقريبا راح ننتهي من تمشيط القصة. مثل ما تلاحظون التغيير اللي صار، احنا هسه بس نضيف الحركات الأخيرة للشعر، اللوك الأخير. طلعت أمل بهذا اللوك، أتمنى يعجبكم. تغيير بس بنفس الوقت انت نظار الوجه انت هي حلوة بس أضحى الجمال أكثر. نهاية الفقرة، أتمنى كل سيدة شنو اللي تحب تسوي، تحب تغير تغيير حلو بس حسب ما يوالم شخصيتها، ولازم تعتمد خبير تجميل وتاخذ رأيه في حالة التغيير حتى تطلع بهذه جمالية. تابعوني على فقرة الفيسبوك كارو سامي والإنستغرام كارو سامي، وانتظر أسئلتكم واستفساراتكم. تحياتي لكم. Duygunu kaybetmiş olamazsın sen. Kalk bir daha bak, bir yolu vardır elbet. Aşkın benle sus ya da konuş, gerçeği anlatmış olamazsın.